الله الرحمن الرحيم. موجز الأخبار من قناة سهيل، مرحبا بكم. توجه رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها 72. رئيس الجمهورية سيلقي كلمة ستتناول جملة من المستجدات والتطورات التي تشهدها اليمن وما يمر به الشعب من معاناة جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الإنقلاب. كما سيلتقي رئيس الجمهورية بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من رؤساء الوفود المشاركة. وضع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن داغر حجر الأساس لطريق المعدي الشرقية التي تعد أقدم الطرق التي شقت بين وادي وساحل حضرموت، وشدد رئيس الوزراء على سرعة إنجاز المشروع وأشار إلى أهمية الطريق في تسهيل تنقل المواطنين بين الساحل والوادي، وأوضح بأن الكلفة التقريبية للمشاريع التي تعمل الحكومة على تنفيذها تصل إلى 5 مليار ريال. دارت مواجهة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي والمخلوع الإنقلابية في جبهة الساق بمديرية بيحان غرب محافظة شبوة. المواجهة اندلعت عقب محاولة تسلل للميليشيات إلى موقع الكرد شرق جبهة الساق، وقال مصدر ميداني بأن قوات الجيش أحبطت محاولة التسلل وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة. اندلعت مواجهة عنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الإنقلابية في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت غارات على مواقع وتجمعات الميليشيات الإنقلابية بمديريتي خب والشعف والمتون بمحافظة الجوف، وأسفرت الغارات عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الميليشيات. استشهد شاب احتفل مؤخرا بزواجه يدعى صلاح محمد عبد الرحمن برصاص قناصة ميليشيات الحوثي في حي كلابة شرق مدينة تعز. هذا وجددت ميليشيات الحوثي والمخلوع قصفها الصاروخي والمدفعي مستهدفة الأحياء السكنية شرق تعز. يذكر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا شنته الميليشيات قبل يومين أسفر عن استشهاد أربعة مدنيين بينهم 3 أطفال وإصابة 5 آخرين. كشف تقرير حقوقي صادر عن فريق الرصد المحلي بمحافظة الحديدة عن ارتكاب ميليشيات الحوثي والمخلوع 59 حالة انتهاك ضد المدنيين في محافظة الحديدة خلال شهر أغسطس الماضي. التقرير أوضح أن من بين الانتهاكات 5 حالات تصفية جسدية و48 حالة اعتداء على أشخاص و31 حالة اختطاف بالإضافة إلى الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن نتائج اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وأسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظات، وكذا الأوائل على مستوى كل محافظة للعام الدراسي 2016-2017. وبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي قرابة 69,000 طالب وطالبة. وقالت الوزارة بأن نسبة النجاح بلغت 87.3%. نهاية الموجز، إلى اللقاء.